اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي مذيا لك ماضي في حلمك عدل في ملاك أسألك بكل اسم هو له سميت به نفسك أو أنزلته في أحد من كتابك أن تجعل القرآن العظيم راضيا قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين. اللهم إني هذا دعائي وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك الإكلاء. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كما بدأنا نختتم وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم ومن هذه الرحاب الطيبة والتي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة عائلات شعبان المحترم صاحب الواجب في كل مكان عبد الحق حمدي شعبان وإخوته في ليلة عزاء وتكريم الفقيدة وقد حضر الجميع هنا مشاركة الأقربين وأبناء الأقربين وندعو المولى عز وجل أن يجعل ثواب كل ما يقرأ في هذه الليلة في ميزان حسنات الفقيدة لتكون بجوار النبيين والصديقين في الجنة آمين يا رب العالمين. ولقد استضافت لكم الأسرة الكريمة عالمين من علماء القرآن الكريم في مصر والعالم كله القارئ الذي شرف محافظة المنوفية بانضمامه إلى أسير جوبات إذاعة القرآن الكريم وقارئ مسجد العارف الله سيدي شبلي في مدينة الشهداء ونقيب قراء محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ فكر أحمد مصطفى وكان بجواره أيضا علم من علماء القرآن الكريم والتلاوة بمصر والعالم كله فضيلة القارئ الشيخ ولي محمد عبية ولقد صعد الآن إلى منصة التلاوة علم من علماء القرآن الكريم للعالم الإسلامي أجمع ونقيب قراء محافظة المنوفية وقارئ مسجد العارف بالله سيدي شبل مدينة الشهداء القارئ الذي شرف محافظة المنوفية بانضمامه إلى سير موجات إذاعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الحاج خضر أحمد مصطفى ندعو له القول عز وجل بالتوفيق ولي ولكم حسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من
المدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقنا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أغلقنا أشياعكم فهل من مدكر وكل وكل صغير وكبير مستطر إن
في مقعد صدق عند مليك عند مليك مقدر لرحمة علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسنان والنجم والشجر الشمس والقمر بحسنان والنجم والشجر والسماء رفعها الشمس والقمر بحسن ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ألا تطغوا في وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للناس والحب ذو العرش وهو فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من عصر خالق الكلب وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء بكما تكذبان رب المشرقين رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين. ورب المغربين. رب المشرقين. ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ. بينهما برزخ. بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. مرج البحرين يلتقيان. يلتقيان بينهما برزخ. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي كل من علينا ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل يوم هو في شان يسأله من في السماء
كل يوم هو في شان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرق لكم سنفرغ لكم سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا والله أكبر ولله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد لا والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله نبي 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 نبي
كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. الله تكافؤ لكم حتى كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين. ثم لترون يومئذ عن النعيم إن الإنسان لفي خسر.
البؤس إلا وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. الله أكبر باسم الله كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم تر كيف ربك لأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش، لإيلاف قريش إلى فليعبدوا رب هذا البيت الذي
أضعافهم من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن ملك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بكل شيء في جماله ولكن جمال القرآن ليس له فهو جميل في معناه وجميل في إلقاءه وما أبدى على يلقى الجمال بالجمال جمال القرآن وجمال التلاوة والإلقاء وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان من أرض الإسلام عشنا شريحات هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا علم من علماء القرآن الكريم والتلاوة في مصر والعالم كله ونطيق الله محافظة المنوفية والقارئ الذي شرف محافظة المنوفية بانضمامه إلى آل الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مارد العارف لله سيدي شبه مدينة الشهداء فضيلة القارئ حتى خضر أحمد مصطفى القارئ والمقيم بالكبيشة مركز سلام محافظة المنوفية وكان معكم وبتوفيق منكم لله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية التي تطلب وتوبة كاملة من محلات الاب رشدي وشعبان واولاد محل الاول الذي يتم فيه شركه بالاشتراك مع قصور الضيافه المترقبه فراشه الامير بالاجيال سلطان بالاشتراك على معالقه الفضل وقوه لصاحبها المتلوحيه الجنوبي والمقيم بمدينه سلسليه
تصوير إخراج المهندس محمود تهيكا والمغني شوشان ياشين. حضرات السادة المعزين عائلة الفقيدة تتوجه خالص الشكر والتقدير إلى كل من قام بتقديم واجب العزاء وخص السادة المطولة الفراشة والشرباء ومحافظة المروفية. يا سادة الفقيدة وللأسرة الصبر والعزاء والسلوات ومن هنا تنتهي إذاعتنا وشكر الله سعدكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.